اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده عندنا شكل منظر طبيعي بطريقه بسيطه جدا وممكن اي حد يعمله باقل الامكانيات وباسهل طريقه. يعني معانا الجنب زي ما حضراتكم شايفين بنقسمه على ثلاثه. يعني احنا مثلا عندنا 60 سنتي بيبقى ثلاثه 20 سنتي. الجنب بقى عندك 3 متر بتخلي متر بتاخد منه بتاخد تلت. يعني بتعمله على 3 اجزاء. وبنبدأ بالتلت كده. بنجيب اي حاجة مدورة بنخليها في نص الخط ده زي ما حضراتكم شايفين كده. يبقى احنا خدنا التلت وعملنا دايرة زي ما حضراتكم شايفين كده. بنبدأ نعمل الدايرة دي بلون احمر. بنجيب علبة بريمو كات 308 على شوية أبيض وبنقلبهم لحد ما يدينا لون أحمر. وبنبدأ ناخد الدايرة بتاعتنا وبعد ما خلصنا الدايرة بتاعتنا بنبدأ نجيب شوية أبيض وشوية أسود صغيرين وبنبدأ نعمل لون رصاصي أو جري غامق شوية وما نقلبهمش كويس. يعني وبنبدأ نخش على الدايرة الحمراء ونجيب الفرشة الحمراء منحطش فيها بوهي. يعني حاجة بسيطة خالص من البلاستيك. نبدأ نوزع شوية بالأحمر وشوية بالفرشة التانية بحيث الألوان تدخل في بعض وتبدأ تدينا الشكل المطلوب. بعد كده هنجيب اسود، اي اسود، يعني اسود زيت او اسود بلاستيك اللي موجود عندنا، وهنبدأ نعمل فرح شجرة. يعني ممكن برضك يبقى في التلت اللي فوق شوية. وبكده زي ما حضراتكم شفتوا عملنا فرع الشجرة. برضك شغل عشوائي، يعني مش لازم، هي كبرت شوية أقل شوية مش هتأثر في حاجة. وبنجيب سلاكة الودان وبنبدأ ناخد أبيض وأحمر من الأحمر بتاعنا والأبيض بتاع الأرض، وبنبدأ
وبكده زي ما حضراتكم شفتوا بسلكة الودان تعمل شكل ورد. حتى لو حضرتك أول مرة تشتغل بيها برضك هي يعني أنا بشتغل عشوائي، زادت شوية قلت شوية مش بتأثر على حاجة. أتمنى يكون منظر عجبك والشكل والديكور، ولو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس.